you, please. Where is the toilet, please? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Almani, oh, Almani, was? German. What is German toilet? Was? Stupid. Ah, Schweinrupen. Scheiße. Schweinrupen. Sprechen Sie Deutsch? No, but we speak English. Speak English? Fine, indeed. Ooh. Thank you. What is the toilet, please? It's just around the corner here. From this way, huh? Yes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very much. You're welcome. يا أستاذ مدحت، شفاكم الله وعافاكم. حضرتك الأستاذ مدحت؟ مدحت مين؟ أنا مش مدحت. لكن لو أنت عايزني أبقى مدحت عشان خاطرك أنت بس، هبقى مدحت قوي، مدحت خالص، مدحت جدا، مدحت جدا جدا. ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه. حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الاستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجه. انت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا استاذ مدحت، ايه؟ ايه؟ ايه رايح فين؟ لا انا داخل. داخل فين وتعمل ايه؟ مش هنا برضه وزارة الخارجية؟ هي دي وزارة الخارجية. طيب انا جاي هنا عشان الاستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في اي ادارة؟ والله اللي اعرفه ان اسمه مدحت بس، هو بيشتغل في الادارة التعليمية في المجمع. هو جاي اصله عشان يقضي مأمورية وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه المأمورية اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي يقضي حاجة. ايه هي الحاجة؟ هو يقضي حاجته، هي بتتقال كده في اللغة العربية، يقضي حاجته يعني انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. الاستاذ مدحت اصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ ايوه. طبعا حضراتكم عارفين ان حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الاستاذ مدحت ابن ناس، ابن اصل، يحب يخش مكان عليه القيمه نظيف. هيكون فين المكان ده غير هنا في وزاره الخارجيه؟ هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعه العربيه لما عملت تجديدات شامله، ايوه، بقى يروح هناك. وهي قدامك اهي في الجامعه العربيه. في الجامعه العربيه. طب يا اخوانا احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ده حضراتكم اخوات؟ ها اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. مين فيكم غير التاني؟ كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. انت حضرتك يقولوا اللي يقولوه، وانا كمان من حقي اقول اقوالي، وحضرتك تسمعها وتكتبها. انا اتقبض عليا في مكان عام في كافيتيريا لوكاندا محترمه 5 نجوم. مش زي ما هو مكتوب في المحضر في شقه مفروشه. على مين الكلام ده يا بنت؟ من حقي اقول اللي انا عايزاه، والنيابه يا تاخد بيه يا لا. انما حضرتك عايز توديني النيابه ليه بحاجه ما عملتهاش؟ حضرتك هتكسب ايه؟ زميلتكم دي قلت الادب قوي، وزي ما شفتم بنفسكم غلطت، وده مش كويس عشانكم. وانتوا عارفين كويس قوي ان الحسنه بتخص والسيئه بتعم. لو اتربت كويس المحاضر القديمه كلها هتتقطع وتتكتب محاضر جديده، وتنظر فيها النيابه وتؤمر بالافراج عنكم. انت السبب يا ماما، انت اللي صممت اتجوز بنت اختك اللي سودت عشتي. لكن الله يسامحك عشان انت ماما، لكن هي لا. يا رب يا رب تتجوز واحد من بعدي يسقيها المر ويوريها العذاب الوان والوان. يا واد اسمع كلامي وقوم ترجعها علشان يسامحك، ده راجل شراني. انا ما غلطتش عشان يسامحك، وبعدين يعمل اللي يعمله. انا مش هنزل لنفس لاي مخلوق. يا واد اتصل باركان حرب المعسكر هيبعت 2 حرس يستلموك محبوس. اديني قلت لك وانت حر.
انزع المحضر اعملي معروف، المعاملة في نيابة زي الفل، خرجينا من هنا بقى. انتوا عارفين ان انا ما كنتش شغالة معاكم. ايوه يا حبيبتي كنت شغالة معانا، هو لازم الشغل يبقى على السراير عشان يبقى شغل؟ هند امضي على المحضر بدل ما تخرجي من هنا على نقالة. حد فيكوا يقربني. ماما كل هدومي تحرقيها. لا بلاش تحرقيها، ولعي فيها، ولا اقولك سميها. وعاوز اعرفك ان لو بنت اختك مشيت في جنازتي هيكون عذابي عذابين. وعاوز اعرفك كمان طريقه انتحاري انها طريقه السقوط من اعلى، وقد جاءتني هذه الفكره من التلفزيون، من فيلم بين السماء والارض. كم تمنيت ان يتعطل المصعد ولا اصل الى السطح، ولكن العجيب في الامر ان مصعد مجمع التحرير لم يتعطل، انه قدر. لا ده انا جاي اصلي عشان الاستاذ مدحت. مدحت بيه لسه واصل، كلي عرب الاسانسير. طب كويس الحمد لله. يا استاذ مدحت سخرتها. مدحت بيه؟ ايه في؟ لا فادي مفيش، بس سيادتك عندك حق. زي ما انا شايف سيادتك مش تيجي جامعه الدول العربيه، انت تروح الامم المتحده عشان تاخد راحتك هناك اكتر. والله يا فندم انا كنت مستغرب الموضوع من الاول ومندهش يعني، بس بعد ما شفت سيادتك سيادتك على حق. هو ايه الموضوع بالظبط يعني؟ لا معقول هشرح لسيادتك الموضوع، وسيادتك واقف محصور برضه. انا محصور؟ طبعا سيادتك محصور انا عارف. شوف بقى سيادتك تخش جوه تستريح، تعمل اللي انت عايزه، تخرج اشرح لك الموضوع وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وتفضل سيادتك، شفاكم الله وعافاكم مقدما باذن الله. انت عايز مدحت مين بالظبط؟ سيادتك الاستاذ مدحت بتاع الاداره التعليميه بتاع المجمع. مجمع ايه؟ مجمع التحرير. تحرير؟ ايوه. يا زكي. زكي مين؟ يا